السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات المستوى الثاني قسم إدارة مستشفيات كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة اليمن، أهلا وسهلا بكم. نعود إلى استكمال ما تبقى من المقرر الدراسي في مادة ضمان اجتماعي وتأمين صحي. تناولنا في المحاضرات السابقة مفهوم الخطر وأنواعه وتقسيماته ومسبباته. وكيفية قياسه. اليوم وفي هذه المحاضرة الثامنة سوف نتناول الضمان الاجتماعي. بعد أن تدرس هذه المحاضرة يتوقع من الطالب، أقصد أنت، في نهاية المحاضرة أن تكون قادرا على استعراض المفاهيم المختلفة للضمان الاجتماعي والمفاهيم ذات الصلة. تناول التطور القانوني للضمان الاجتماعي، توضيح الخدمات المختلفة للضمان الاجتماعي، تبين أهداف الضمان الاجتماعي والحاجة إليه وتحدياته وخصائصه وأهميته. أن تستعرض أو تحدد الفئات المستهدفة للضمان الاجتماعي. هذه المخرجات التي سوف تكون إن شاء الله قادرا على فهمها من خلال محتوى المحاضرة. نبدأ، خليكم معي. مفهوم الضمان الاجتماعي أو تعريف الضمان الاجتماعي. في مثل هذه التعاريف لمثل هذه المفاهيم لا يوجد هناك مفهوم واحد ثابت ومحدد كما هو في العلوم الطبيعية مثل الماء وغيره، إنما تختلف من جهة إلى أخرى. لذلك الضمان الاجتماعي بالإنجليزية Social Security هو برنامج يشمل الدخل الناتج عن التقاعد والرعاية الطبية والوفاة، ويعد هذا البرنامج من أكبر البرامج العالمية التابعة للحكومات. شوف التعريف الثاني. يعرف الضمان الاجتماعي بأنه وسيلة تساعد على توفير الرعاية الاجتماعية والتأمين الاقتصادي للأفراد عن طريق الاعتماد على المال الحكومي. كذلك من التعريفات الأخرى للضمان الاجتماعي هو إدارة البرامج التي تساعد الأفراد على الاستفادة في مرحلة العجز أو الشيخوخة. أيضا يعرف الضمان الاجتماعي بأنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة أو الفئة المسؤولة في مجتمع ما من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية ومأوى وخدمات صحية وحماية. وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار والكبار في السن والمرضى، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل. كذلك يعرف الضمان الاجتماعي بأنه الضمان الذي يمنح المجتمع لأعضائه من خلال الإعانات المالية أو المشروعات الاجتماعية، أي أنه نظام يمنح المحتاجين
من أفراد المجتمع مبالغ مالية دون أي اشتراكات. المطلوب منك يا عزيزي الطالب أن تستخلص تعريف خاص بك للضمان الاجتماعي من خلال التعاريف التي ذكرناها آنفا. مفهوم الضمان الاجتماعي في الدين الإسلامي يعتبر الكثير من الأفراد الضمان الاجتماعي نوعا من أنواع الاشتراكية، إلا أنه في حقيقة الأمر واحد من المفاهيم الإسلامية الضرورية لتشكيل المجتمع الإسلامي، حيث حث عليه الدين الإسلامي بشكل صريح وواضح. فهناك الكثير من الآيات القرآنية بالإضافة إلى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو أفراد المجتمع للتضامن فيما بينهم والتأكيد على أهميته وأهمية التعاون في الدين الإسلامي، حيث يعتبر التضامن الاجتماعي قيمة شاملة في حياة المسلم. تضمن المجالات الاجتماعية والروحية والمادية والسياسية. ويعد الضمان الاجتماعي من مظاهر الحضارة، بل هو أحد مبادئ الدين الإسلامي عرفته الدولة الإسلامية منذ قيامها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عائل من لا عائل له، أنا عائل من لا عائل له. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا جسد تجسيد كبير وعظيم لمفهوم الضمان الاجتماعي، فكان بذلك ولي أمر المسلمين، هو عائل من لا عائل له من المسلمين. ونرى أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في هذا المجال، فالضمان الاجتماعي في الإسلام رغم عدم استعمال الفقهاء لمصطلح الضمان أو التأمينات الاجتماعية، بمعنى أنهم ما استخدموش هذه التعبيرات كمفهوم الضمان مفهوم التأمينات الاجتماعية، إلا أنها بشكل ضمني تناولوا هذين المصطلحين. لذلك رغم عدم استعمال الفقهاء لمصطلح الضمان أو التأمينات الاجتماعية يقوم أساسا على مبدأ التكامل والتعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أقامت الشريعة الإسلامية نظاما متكاملا في رعاية الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجة تحت اسم التكافل. ويقوم هذا التكافل على أساس أن أبناء الإسلام داخل دار الإسلام مجتمع واحد، لا فرق بين عربي على عجمي ولا أبيض على أسود أبدا. الميزان في الإسلام هو ميزان التقوى فقط. وعلى ذلك يتضح أن فكرة الضمان الاجتماعي تستمد جذورها من مبادئ وتعاليم الإسلام، كما أوجبت هذا الضمان الاجتماعي في بيت مال المسلمين لمن كان في حاجة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. كما أوردت الشريعة الإسلامية عدة أنظمة مساعدة من أجل إقامة نظام الضمان الاجتماعي، ومن ذلك الوقف يعد مدخل من مداخل الضمان الاجتماعي، والكفارات كذلك بمختلف أنواعها ككفارات الأيمان والصدقات وغيرها. أيضا تعتبر الزكاة أول تشريع عرفته الإنساني للضمان الاجتماعي لكل فئات المحتاجين، لأنها بمثابة التزام مالي من قبل القادرين الأغنياء حيال الفئات المحتاجة المحرومة حيال الفقراء. نجد أن أنظمة
نجد أن أنظمة التأمينات والضمان الاجتماعي الوضعية، يقصد بالوضعية التي أعدوها البشر كما أعدوها في الغرب وتناولهم مفهوم الضمان الاجتماعي من وجهة نظر وضعية. يعني عندما نقول الضمان أنظمة وضعية معناته من إعداد وتنظيم وصياغة البشر، ليست يعني منزلة كالقرآن الكريم. إذن نجد أن أنظمة التأمينات والضمان الاجتماعي الوضعية تتفق في غايتها مع ما يقرره التشريع الإسلامي من التكافل الاجتماعي بين القادرين والعاجزين. وتتميز الشريعة الإسلامية على قوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية بأنها لا تقتصر على تأمين الأخطار المعينة كالإصابات المهنية في مجال العمل والأمراض المهنية أو غيرها المهنية والعجز والشيخوخة والبطالة والوفاة، بل تزيد على ذلك بالعمل على تلبية الحاجات الأساسية المستحق الرعاية الاجتماعية أيا كان نوع الخطر. ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي تعريفة التالية: التأمين الاجتماعي. التأمين الاجتماعي وهو الذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. كما يعرف التأمين الاجتماعي بأنه تأمين إجباري تحدد بقانون ويفرض على فئة معينة من أفراد المجتمع بقصد حمايتهم من خطأ معين، ويحدد القانون قيمة الاشتراكات والمزايا والمستفيدين والجهة التي تتولى القيام بالتأمين. أيضا يعرف التأمين الاجتماعي بأنه الحماية التي يوفرها المجتمع لأعضائه من خلال سلسلة من القياسات العامة للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث من خلال فقد الدخل بسبب المرض أو إصابة العمل أو الشيخوخة أو الوفاة أو العجز وغيرها من المخاطر. أيضا المفاهيم المتصلة بالضمان الاجتماعي: الخدمات، وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة أو الهيئات المسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل ماذا؟ تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي. تعالوا بنا نستعرض أبرز خدمات الضمان الاجتماعي. للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظرا للخدمات التي يقدمها الفرد والمجتمع ككل. ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم، تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة. بعض الدول حينما يتخرج الطلبة من الجامعات ولا يجدون أعمال، تقوم الدولة بصرف حوافز أو إعانات لمثل هؤلاء. فلذلك تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب مثل الإعاقة أو المشاكل الصحية المزمنة أو غير ذلك. ثلاثة، توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصا عند الوصول لسن الشيخوخة ولم يعودوا قادرين على العمل. أربعة، توفير راتب شهري
توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته. 5. توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع أو البحث عن فرص عمل لهم. إجمالا وبشكل عام، النقطة رقم 6 من أهداف الضمان الاجتماعي من الخدمات التي قدمها الضمان الاجتماعي توفير الاستقرار النفسي لأفراد المجتمع. تعالوا بنا نعود إلى الأساس الفلسفي لأنظمة النظام الاجتماعي أو لأنظمة الضمان الاجتماعي. ما هو الأساس الفلسفي؟ يعني الجذور، المنطلق، الفكرة من كيف جاءت ولماذا. دائما الفلسفة يقولوا إنها لا تقدم إجابات بل تثير تساؤلات. فلذلك يتلخص الأساس الفلسفي لأنظمة الضمان الاجتماعي بصفة عامة في الغايات التالية والتي تهدف إلى تحقيقها: حماية الطبقة العاملة من الاستغلال والحاجة. كان لنشأة قانون العمل فضل السبق في تقديم الحماية إلى العامل، خصوصا فيما يتعلق بضمان الاستقرار وحمايته من الاستغلال وتحديد ساعات العمل إلى آخره. وكان الالتزام بتطبيق بدون قانون العمل وتعويض العامل يقع على عاتق صاحب العمل. ونتيجة للتقدم الحاصل في أنظمة النظام الاجتماعي استطاع أصحاب العمل الاشتراك بهذه المسؤولية في برامج الضمان الاجتماعي. إذن أول نقطة من الأساس الفلسفي للنظام الاجتماعي هو حماية الطبقة العاملة من الاستغلال والحاجة. 2. الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتنمية قدرات الأفراد على العمل. وتأتي تنمية روح العمل لديه، وذلك عن طريق تحرير العنصر الإنساني من هاجس الخوف والقلق على نفسه، ومن يعولهم في حالة فقدان مقدرته على العمل سواء نتيجة الشيخوخة أو العكس. 3. التوزيع العادل للدخل بين الطبقات الاجتماعية. تساعد الاشتراكات التي يؤديها أصحاب العمل للمساهمة في تمويل مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي بصورة غير مباشرة في التوزيع العادل للأموال داخل المجتمع. النقطة الرابعة، إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج. إيجاد فرص جديدة وزيادة الإنتاج بمعنى للشخص القادر على العمل. أما أن يتوفر فرصة جديدة للشخص وصل إلى الشيخوخة يصعب ذلك، أو شخص يعني مصاب، معاق، مريض. هنا المقصود بهذه الفقرة إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج للأشخاص الذين هم في حدود سن القوة العاملة، سن القوة العاملة بين 15 عاما و 65 عام. إذن هذه الفقرة يؤدي تطبيق النظام الأنظمة الضمان الاجتماعي لزيادة الشعور بالأمان الوظيفي ويحسن من القدرة الشرائية للفرد، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى يؤدي إلى الشعور بالاستقرار الوظيفي والطمأنينة على مصدر الرزق العامل في حالة تعرضه لإصابة العمل أو الشيخوخة، إلى بذل الجهد والإخلاص في العمل. وهذا الأمر ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاج في المنشآت العمالية، حيث تساهم الزيادة في الإنتاجية تحسين أجور العمال. وحنا تكلمنا عن مفاهيم تحسين واستراتيجية تحسين الإنتاجية في مقرر
إدارة الإنتاج والعمليات. خمسة، تنمية الشعور الوطني. تهدف أنظمة الحماية الاجتماعية بصفة عامة إلى تنمية الشعور الوطني وروح الجماعة بدلا من الإنعزالية والفردية مما يعود بالنفع العام على المجتمع، حيث يساعد تطبيقه على تنمية وحدة المصير بين أبناء الوطن الواحد. إذن بهذا قد تناولنا خمس نقاط أساسية حول الأساس الفلسفي للضمان الاجتماعي. نجي إلى أهداف الضمان الاجتماعي، لا تختلف عن تلك الأهداف التي ذكرناها سابقا، ولكن سوف نستعرضها على عجالة. أهداف الضمان الاجتماعي، يسعى الضمان الاجتماعي بصفته حقا من حقوق الإنسان إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، وهي معالجة قلة الأمن الخاص بالدخل الفردي عن طريق محاولة تقليل الفقر، توفير جميع الخدمات الاجتماعية الصحية لكافة الأفراد، والحرص على توفير ظروف عيش وعمل مناسبة، كذلك الحد من ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد. ثلاثة، توفير مساعدات للأفراد الذين يحتاجون لها باعتبار حقا من حقوقهم القانونية. أصبحنا قوانين تتناول كما قلنا في فلسفة قانون وأنظمة الضمان الاجتماعي، ما عادش مجرد يعني فضل من الأشخاص، لا، هذا حق قانوني مكتسب للفرد وهو قانون الضمان الاجتماعي. أربعة، ضمان عدم وجود أي تمييز في المجتمع على أساس الجنس أو الانتماء أو الجنسية. خمسة، تعزيز الاستدامة والكفاءة وتحمل الواجبات الضريبية المترتبة على الأفراد. ستة، تقديم المساعدات المالية أو المساعدة المالية للأفراد والأسر المعوزين ماديا. سبعة، توفير حماية اجتماعية للفئات الهشة اجتماعيا، مثلا مثل الأخدام وغيرها من الفئات والأقليات وغيرها. ثمانية، تحقيق تكامل في تغطية شبكات الأمان الاجتماعي بالمشاركة مع بقية مكوناتها. نتناول مفهوم أو ظهور الضمان الاجتماعي كضمان قانوني على الصعيد الدولي. أو على الصعيد العالمي. ظهر الضمان الاجتماعي كنظام قانوني لأول مرة في القرن السابع عشر في إنجلترا. يعني تعتبر إنجلترا هي أولى الدول أو رائدة الدول في إيجاد قانون رسمي يضمن الضمان الاجتماعي للأفراد. القرن السابع عشر، يعني مثلا عندما أجي أقول 1700 سنة، حيث صدر نظام إنجيل الفقراء. إذن كان النظام اسمه إنجيل الفقراء، الذي ألزم الدولة بتقديم مساعدات اجتماعية للفقراء، لكن انتهى الأمر بإلغاء هذا القانون بعد انتقادات واسعة من أنصار المذهب الفردي، لأن المجتمع الغربي في هذه النقطة نود أن نوضحها مجتمع رأسمالي، على عكس المجتمع الاشتراكي. المجتمع الاشتراكي كان عندهم مذهب يعني الحق للجميع. عرفت الدنمارك ابتداء من عام 1891 نظام للمساعدة الاجتماعية في صورة معاش لكبار السن،
شمل بعد ذلك المصابين بعجز والعاطلين عن العمل، ثم الورثة عند وفاء عائلهم الفقير. أيضا كان لألمانيا فضل السبق والريادة في ظهور نظام التأمينات الاجتماعية كنظام شبه متكامل، حيث قامت في عهد بسمارك بإصدار 3 قوانين. بسمارك في ألمانيا أصدر 3 قوانين في نظام التأمين الاجتماعي. يتعلق الأول بالتأمين ضد المرض عام 1883. عندما نقول 1883 لو أجي أقرأها بصيغة القرن أقول القرن 19. وتناول الثاني التأمين ضد حوادث العمل. إذن الأول يتعلق بالتأمين ضد المرض، والثاني يتعلق ضد حوادث العمل عام 1884، أي بعده بعام. أما الثالث فكان قانون تأمين العجز والشيخوخة عام 1889. إذن قانون ضد المرض، قانون ضد حوادث العمل، 3 قانون العجز، تأمين العجز والشيخوخة. صدر بعد ذلك قانون التأمينات الاجتماعي 1891، والذي شمل القوانين السابقة، وأرسى نظام تأمين إجباري عن طريق اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب الأعمال والدولة. بهدف ماذا؟ هدف ضمان دخل للذين تقل أجورهم عن حد معين في حالات معينة. لازلنا في الضمان الاجتماعي، ظهور الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي. أيضا انتشر نظام الضمان الاجتماعي وتنوعت المساعدات الاجتماعية في البلاد الأخرى التي حدت حذو المشروع الألماني، فظهر في نيوزيلندا، في نيوزيلندا ثم في استراليا ثم في بريطانيا وفي فرنسا وأمريكا. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية تقريبا وقعت عام 1945، أصبحت جميع الدول تطبق نظام التأمينات بشكل أو بآخر بحسب نظرة كل دولة إلى مفهوم العدل الاجتماعي. إذن مفهوم العدل الاجتماعي ليس ثابت، وليست الدولة ألف تنظر إلى العدل الاجتماعي بنفس عين الدولة التي تنظر للعدل الاجتماعي بنظرة أخرى. تختلف مفاهيم العدل الاجتماعي من دولة لأخرى، وكل حسب طريقته، ولهذا تتعدد التعريفات. وقد أطلق مصطلح الضمان الاجتماعي الأول مرة في قانون الضمان الاجتماعي الأمريكي الصادر في عام 1935 في عهد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، بهدف مجابهة آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي. ويجب الإشارة إلى إعلان فيلادلفيا الذي أكد على ضرورة، فيلادلفيا هذه منطقة في أمريكا أو ولاية، الذي أكد على ضرورة تحرير العامل من الخوف والفقر. وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرر الضمان الاجتماعي لكل إنسان باعتباره عضوا في المجتمع. حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وركزوا عليه، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا مهم لأنه لا زال قائم إلى اليوم، عن الجمعية العامة المتحدة في العام 1948، ليؤكد في المادة 22 منه لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الأمان الاجتماعي، بحيث يثبت له الحق في إشباع حاجاته المادية والاجتماعية والثقافية اللازمة للحفاظ على كرامته، على كرامته الإنسانية وتنمية قدراته الشخصية بفضل الجهود الوطنية والتعاون الدولي مع مراعاة ظروف كل دولة ومواردها. إذن نعود إن المادة 22
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الجميع العامة للأمم المتحدة أكد أن لكل شخص وصفه عضوا في المجتمع حق في الأمان الاجتماعي، بحيث يثبت له الحق في إشباع حاجاته المادية والاجتماعية والثقافية اللازمة للحفاظ على كرامته الإنسانية وتنمية قدراته الشخصية بفضل الجهود الوطنية والتعاون الدولي مع مراعاة ظروف كل دولة ومواردها. يتضح من ذلك أن الحق في الضمان الاجتماعي جاء في صدارة الحقوق الاجتماعية المقررة للإنسان، وتقرر المادة 23 من نفس الإعلان إن لكل شخص له الحق في العمل وفي الحماية ضد البطالة. قرؤوا هذه النقطة وتأملوا إليها جيدا أيها الطلاب والطالبات، إن لكل شخص له الحق في العمل وفي الحماية ضد البطالة. هل هذا موجود في مجتمعنا اليوم؟ كذلك حددت المادة 25 مضمون الحق في الأمان الاجتماعي، حيث قررت حق كل إنسان في مستوى لائق من المعيشة لتأمين صحته وسعادته هو وأسرته، وتتعهد كل دولة عضو بتنفيذ عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ 3 فروع على الأقل من الفروع المذكورة. وازداد الضمان الاجتماعي اتساعا وشمولا في الدول الصناعية، واتسع نطاق الحماية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم على أساس الحاجة أكثر من الاعتماد على مبدأ الحقوق المكتسبة. لكن تباطؤ النمو الاقتصادي لاحقا أدى إلى محاولات لضبط نمو النفقات التأمينية الاجتماعية في الدول المتقدمة صناعيا. الجدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية أصبح نظام قومي عالمي يسري في مختلف الدول، وإن اختلفت أحكامه من دولة لأخرى باعتباره نظام اقتصادي يضمن استمرار الدخل ويوفر أموالا طائلة للاستثمار. وظهرت اتجاهات دولية حديثة تدعو إلى تعميمه باعتباره الوسيلة الفعالة لكفالة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن بصفة عامة وليس لفئة معينة من المواطنين. لذلك يمكن القول إن نظم التأمينات والضمان الاجتماعي الحديثة لا تهتم بفئة من فئات المجتمع دون غيرها، وتهدف أنظمة التأمينات والضمان الاجتماعي إلى علاج انعدام المساواة بين الأفراد والطبقات الاجتماعية، وأصبحت وسيلة فعالة لرفع مستوى معيشة الأفراد وتوفير الأمن الاجتماعي للطبقات الكادحة، مما يؤدي إلى السلام الاجتماعي. الضمان الاجتماعي أيها الطلاب حينما يتجسد ويتحقق ويحدث هناك الأمن والاستقرار، إن يعتبر فقدان الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي للبشر يعتبر مدخل من مداخل الاضطرابات داخل البلد. لذلك الغرب ركز على أنظمة التأمينات والضمان الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد، بحيث ما تكونش هناك نزعات أو تصرفات سلبية من قبل ذوي الدخل أو من قبل الفقراء والمساكين والكذا في محاولة زعزعة الوضع الأمني في البلد. تعالوا بنا طلاب وطالبات قسم إدارة المستشفيات بجامعة اليمن، تعالوا بنا نستعرض ظهور أنظمة التأمينات والضمان الاجتماعي في البلاد العربية. أولت الدول العربية اهتماما بالغا للضمان الاجتماعي، واهتمت التشريعات العربية في هذا المجال بكافة فئات المجتمع دون تمييز،
ولقد أقر مجلس وزراء العدل في دورته 21 الوثيقة العربية الاسترشادية للضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة الأولى منها على إن الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون، يقصد منه حماية المواطنين في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية وفي حالة الكوارث والطوارئ والوفاة. لو جينا نتناول هذه المادة ونستعرض النقاط التي ذكرتها الضمان الاجتماعي، تعالوا بنا عيدوا معي: الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميها القانون، يقصد منه حماية المواطنين في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية وفي حالة الكوارث والطوارئ والوفاة. أنا أسألكم سؤال: إلى أي مدى هذه المادة محققة في مجتمعنا؟ الإجابة لكم. وتعد الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعمل العربي مرجعا أساسيا لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. لذن هناك منظمتين أساسيتين انطلق منه الدول العربية، هي منظمة العمل الدولية والعمل العربي مرجعا أساسيا أخذوها لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، مثل الاتفاقية الخاصة بالشروط الدنيا للضمان الاجتماعي. وقد بدت الحكومات العربية في إصدار أنظمة متعلقة بالتقاعد والمعاشات وضمان المرض وطوارئ العمل، ويرجع ذلك إلى التعاون الفعال بين حكومات تلك الدول مع أصحاب الأعمال ومن تشملهم تلك الأنظمة، وذلك من حيث التنسيق والتمويل. هناك ما من شك تحديات للضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي تحقيقه وتجسيده في الواقع العملي ليس مسألة سهلة، يواجه عدد من التحديات، هي تحديات الضمان الاجتماعي. يواجه الضمان الاجتماعي في مختلف دول العالم وخصوصا التي تشهد تنوعا في التنمية الاقتصادية عدة تحديات تؤثر عليه، ومن أهمها تحديات التغطية. التحديات التغطية هي المشكلة التي تظهر نتيجة لعدم القدرة على توفير الضمان الاجتماعي لكافة الأفراد، يعني صعوبة تغطية جميع الأفراد. يعني تحديات التغطية ماذا تعني؟ هي المشكلات التي تظهر نتيجة لعدم القدرة على توفير الضمان الاجتماعي لكافة الأفراد، حيث كانت التوقعات أن ينتشر الضمان الاجتماعي في كافة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن لم ينجح هذا الشيء، فظلت غالبية سكان العالم تعاني من عدم الحصول على ضمان اجتماعي، كما أن فكرته ظهرت بشكل عام لتوفير التأمين للأفراد الذين يعملون برواتب أو أجور ويمتلكون عقود عمل مع المنشآت، مقارنة بالأفراد الذين يعملون على حسابهم الخاص ويشكلون نسبة كبيرة من العاملين في المهن غير المنظمة في القطاع الاقتصادي. عندنا قلنا أول تحدي التغطية، يعني عدم شمولية جميع الأفراد المحتاجين. اثنين، تحديات الملائمة. ماذا تعني تحديات الملائمة؟ تعني هي التحديات المرتبطة مع تحديات التغطية، حيث لا يمكن تغطية كافة الأفراد في الضمان الاجتماعي دون وجود ملائمة
تهتم بدراسة ومتابعة كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة في الدولة. ومن الممكن اعتبار أن الضمان الاجتماعي ملائم عندما يساهم في تحقيق الآتي. متى يكون الضمان؟ واحد، الملائمة الاجتماعية هي المساعدة على الوصول إلى نتائج السياسة الاجتماعية المحتملة من أجل المساهمة في توفير حاجات الأفراد لمواجهة المخاطر. كما تتحقق الملائمة الاجتماعية عندما تكون العلاقة بين الضرائب والإعانات والمبالغ المدفوعة أثناء الحياة عادلة. إذن الملائمة عن التوافق والتوازن في المساعدات على أساس السياسة الاجتماعية. أما الملائمة الثانية هي الملائمة الاقتصادية، هي دعم الأدوات السياسية الخاصة بالمالية والعمالة وغيرها من أنواع السياسات الاقتصادية الأخرى. ثالثا، تحديات التمويل. إذن قلنا هناك ثلاث تحديات تواجه الضمان الاجتماعي: الأولى تحديات التغطية، اثنين تحديات الملائمة، هناك الملائمة الاجتماعية والملائمة الاقتصادية، ثالثا تحديات التمويل. وهذا أكبر تحدي برأيي، هي التحديات التي ظهرت نتيجة لمناقشة النفقات والتمويل الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث اهتمت الدول الصناعية بدراسة التكاليف الخاصة به، بينما اهتمت الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الطرق التي تساعد على زيادة النفقات الاجتماعية. وفي كلا نوعي هذه الدول تم التركيز على طريقة الوصول إلى المطلوب وليس التكاليف المترتبة إلى تحقيقه. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونستكمل هذه المحاضرة في المرة القادمة.